Welcome ladies and gentlemen, أهلا بكم في القناة وأهلا بكم في حلقة النهاردة. معاكم دكتور البيتكوين. النهاردة هنديكم حاجة اسمها هوبيوم. يعني ايه هوبيوم؟ هوبيوم يعني أمل. هديكم أمل، هوريكم إثباتات، وحنشوف النهاردة تشارتس وانتوا احكموا شوفوا هل فعلا البول ماركت اللي احنا فيه ده خلص ولا احنا في نصه. اتفرج على حلقة النهاردة وزي ما تعودنا يلا نبتدي. زي ما تعودنا ليديز اند جنتلمان هنبتدي الاول نشوف السوق اخباره ايه. بيتكوين وقع ل 28000 دولار، ده كان الاول تايم لو، 28000 ونص، 28500. انا اشتريت حوالي يمكن ب 1000-1300 دولار لما كان ب 28500، وزي ما انتم عارفين حصل له ريكفري بيتكوين ووصل ل 34000 دولار. يعني انت اشتريته امبارح ب 28 ونص، 29 30 31 32 33 6000 دولار مكسب. فانت احسبها بقى نسبه وتناسب، انت حطيت مبلغ قد ايه. فاي حد اشترى بيتكوين في الدب امبارح زي ما بننصح على طول فهو كسبان، ولو انت اشتريته غالي واشتريت امبارح في الدب فانت حسنت موقفك وكبرت راس مالك. النصيحه اللي دايما بنصحها في كل فيديو يا جماعه، اشتروا بيتكوين اسبوعيا، اشتروا بيتكوين كل اسبوعين، اشتروا بيتكوين كل شهر، مبالغ صغيره، انت مش خسران حاجة، وفي نفس الوقت ما تربطش نفسك بسعر. السوق عندنا النهاردة اخضر، اكتر عملات عاملة ريكوفري مش بطال. الكينج عندنا النهاردة دوج كوين هو اللي طالع حوالي 14-15% ريكوفري، باينانس، سولانا، وريبل، ويا زي ما انتم شايفين. طبعا اي حد بيخش على الويب سايت ده بيشوف. بالنسبة للعملات اللي انا شايلها اللي ان شاء الله هتتغير قريب، هبتدي اغير. عندنا الدوت وحاجة الوحيدة اللي بالاحمر، بقية العملات يعني ريكوفري مش بطال. بالنسبة للنهاردة احنا ماشيين سايدويز، انما احنا من ال 28500 للنهاردة بيتكوين طالع 20%، 20% مكسب من امبارح للنهاردة. اوكي، والماركت يا جماعة الاول تايم هاي بتاعه، حجم الفلوس اللي كانت في السوق كلها بيتكوين وإيثيريوم وكل العملات كان الاول تايم هاي بتاعه 2 بليون و478، يعني هنقول 2.5 بليون دولار. نزل للأسف منهم رقم كبير جدا جدا جدا، بقى حجم السوق النهاردة 1.3 بليون دولار، 1.3 بليون. اوكي، يعني نزلنا تقريبا النص ويمكن حتى كمان زياده شوي، من 2 بليون ونص لبليون و300. اوكي، دي الناس الجديده اللي باعت، دي الناس الجديده اللي خدت مكسب، دي الناس الجديده اللي دخلت في الفتره دي وباعت في الفتره دي. انما الناس القديمه اللي من زمان لسه ما باعتش، بالعكس الناس القديمه اللي من زمان عماله تشتري في الفتره اللي احنا فيها دي. وبعدين زي ما قلت لكم في اول الحلقه، احنا هنبتدي نعمل شويه امل، هزرع فيكم شويه امل النهارده، وهخلي احساسكم بعد الفيديو ده لما يخلص حلو جدا، وهتبقى نفسك تشتري بيتكوين، مش بس خايف ولا فاكر ان هو هيقع اكتر من كده. هنشوف طبعا الكلام ده في التكنيكال اناليسيس. ايه اول شارت هنشوفها النهارده؟ اول شارت هنشوفها النهارده هتزرع فيكم الامل، او يمكن كمان لما تشوفوا انتوا الشارتس دي تقتنعوا ان احنا في بير ماركت ما بقيناش في بول ماركت، على حسب انت شايف السوق ازاي. بس انا من رايي الشخصي زي ما بقول لكم من زمان، احنا البول ماركت بتاعنا ده تقريبا زي البول ماركت بتاع 2013، او احنا بنشوف بول ماركت اول مره نشوفه في حياتنا. دي برضو نقطة مهمة جدا. طيب اول شارت عندنا ال 200 week moving average، ال 200 week moving average يعني المعدل بتاع الحركة كل 200 اسبوع. زي ما انتم شايفين في كل بول ماركت لازم يبقى اللون احمر في الاول تايم هاي في التوب، يعني في نهاية البول ماركت لازم يبقى احمر. اوكي، بيبقى ازرق واحنا في بير ماركت، بيبتدي يخضر وبعدين يبتدي يقلب باحمر احمر احمر، بعدين ممكن زي هنا 2013، عشان كده احنا بنقول ان احنا بنشبه البول ماركت ده بالبول ماركت بتاع 2013، انه حصل له توب وبعد كده انذر توب. انما للاسف الشديد اللي احنا شايفينه النهارده ان احنا في البول ماركت بتاعنا النهارده ما شفناش لسه ولا نقطه حمراء، يعني ما خلصش البول ماركت، ما خلصش. وفي نفس الوقت عمره ما حصل في بول ماركت قبل كده ان احنا شفنا نقطه زرقاء بعد الاخضر. يعني شوف هنا اخضر اخضر اصفر اخضر احمر، وهنا ازرق وبعد كده اخضر
وبعد كده احمر على طول، اوكي، وبعد كده ابتدى يخضر 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 برتقاني وبعدين احمر، بعد الاحمر بيبتدي يزرق تاني ونخش في بير ماركت. فالنقطة الزرقاء دي تعتبر نقطة غريبة جدا عمرها ما عدت علينا في التاريخ، عشان كده الناس من اسمها قسمين، في ناس بتقول احنا في بير ماركت خلاص السوق هيقع، وفي ناس بنقول احنا في منتصف البول ماركت زي 2013. بالنسبة ل 2017 نفس القصة، التوب بتاع الماركت يا جماعة لازم يبقى لونه احمر، فاحنا واقعين احنا لسه ما شفناش التوب ده، يعني احنا تقريبا في منتصف الطريق ولسه هنشوف طلعة تانية عشان تبقى ال 200 ويك موفينج افريج ده نشوف النقط الحمراء بتاعته. الشارت اللي بعد كده ال 2 year موفينج افريج، تمام، ال 2 year موفينج افريج برضو هنشوف في كل بول ماركت لازم السعر يكسر الخط الاحمر اللي فوق ده، وشايفين بيكسروا بقد ايه، بيكسروا بمسافه كبيره جدا اهو. ادي اول بول ماركت لما كان في 2011، تاني بول ماركت بتاع 2013 اللي احنا بنشبهه بالبول ماركت اللي احنا فيه ده، يعني الناس بتقول ان احنا طلعنا الطلعه بالراحه دي واحنا دلوقتي هنا، اوكي، زي اهو احنا هنا ولسه قدامنا طلعه تانيه زي المنظر ده بالظبط. فزي ما انتم شايفين الخط الاحمر ال 2 year moving average ده لازم السعر يطلع فوق عشان نبتدي نخش في بير ماركت تاني، وكل مره بيبقى اضعف لانه كل مره بتحتاج فلوس اكتر تحطها عشان ترفع السعر. اول مره طلع جامد، تاني مره طلع مرتين 2013، البول ماركت بتاع 2017 طلع مره اهو، المسافه كبيره يا جماعه، مش حاجه نستهون فيها. المره دي ما طلعش ولا مره. هل ده حصل قبل كده في التاريخ؟ ايوه حصل قبل كده في التاريخ، شوف في 2011 طلع لمس ال 2 year moving average ونزل، وبعد كده رجع طلع تاني لمس ال 2 year moving average ونزل، فليه ما نكونش احنا بالظبط في الحته دي؟ اهو طلع لمس ال 200 moving average ونزل تاني. فاهمين اللي انا بقوله؟ فاهمين اللي انا بقوله؟ البول ماركت بتاع 2017 طلع اهو لمس ال 200 موفينج افريج ونزل تاني، يعني هل معقوله الطلعه اللي احنا طلعناها دي تعتبر 20% من اللي جاي؟ هو ده السبب ان الناس متوقعه انه بيتكوين يوصل ل 100 و150، انه 50 و40 و30 والارقام اللي احنا فيها دي تعتبر ولا حاجه. طيب الشارت اللي بعد كده الستوك تو فلو موديل، والستوك تو فلو موديل ده فيه ميزه كويسه جدا، انه من يوم ما بيتكوين اتولد الستوك تو فلو موديل ده ما خربش، بيتكوين ما نزلش عنه زي ما انتم شايفين. الستوك تو فلو موديل برتقاني 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 اصفر، وبعدين الاول تايم هاي اخضر اهو، برتقاني 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 اصفر، وبعدين الاول تايم هاي اخضر، وبعد كده ينزل على الازرق بير ماركت. احنا اهو برتقاني 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 اصفر، فين الاخضر يا جماعه؟ فين الستوك تو فلو موديل الاخضر؟ مفيش. السعر هنا بيقول كام؟ السعر هنا بيقول 85.88، يعني المفروض البير ماركت اللي احنا هنخش فيه بعد كده يفضل بيتكوين ماشي على ال 80,000، ينزل مثلا حاجه و70 79 ويطلع تاني 85 وهكذا لمده سنتين بير ماركت، لغايه الطلعه اللي بعدها لما يبتدي بقى بيتكوين يطلع يكسر ال 100 وال 160، وان شاء الله وعليكم خير ربنا يدينا طولة العمر ونكون لسه بنعمل فيديوهات. سنة 2028 متوقعين انه سعر البيتكوين، او حتى كمان قبل كده، انه سعر البيتكوين يوصل ل 900,000 دولار ونص، 950,000 دولار، يعني مليون دولار سنة 2027. فانت متخيل ال 100 دولار بتاعت النهارده اللي انت بتحطها دي هتبقى بكام بعد 10 سنين؟ هو ده الكلام اللي احنا بنقوله في كل فيديو. الناس اللي عامله سبسكريبشن وبتتفرج على الفيديوهات بتاعتنا اللي تقريبا فيديوهات يوميه عارفه الكلام ده كويس قوي، بالعكس حافظاه صم، وتلاقيهم هم كمان بينصحوا الناس اللي حواليهم بنفس النصايح اللي احنا بننصحها. الار اس اي تحت، اللي تحت ده اللي هو شكله زي الار اس اي بس هو مش ار اس اي، هو اسمه موديل فاريانس. الموديل فاريانس ده زي ما انت شايف في كل بول ماركت، شوف الاحمر بتاعه بيبقى فين، شوف الاحمر بتاعه بيبقى فين، شوف الاحمر بتاعه بيبقى فين. النظريه بقى والمؤامره اللي بتتقال انه بما انه الفوليوم ده عمال يقل يبقى بيتكوين بيموت. اوكي، هو الفوليوم بيقل لانه تحريك السعر بقى اصعب، انت عشان تحرك البيتكوين دلوقتي، البيتكوين دلوقتي سعره 33,000 دولار، عشان تشتري مثلا 1000 بيتكوين هتحتاج رقم، انما زمان لما كان البيتكوين ب 100 دولار لما تشتري 1000 ممكن تحرك السعر ترفعه في يوم. ده الستوك تو موديل، تو ستوك تو فلو موديل برضه بيثبت ان احنا في منتصف البول ماركت. الباي سايكل،
الباي سايكل برضو نفس القصة. بص الباي سايكل السعر بيبقى فوق الخط قد ايه؟ شايفين في 2013، شايفين في 2017، شايفين احنا فين دلوقتي؟ ما فيش تقريبا، ما طلعش فوق الخط، ما طلعش فوق الخط. انما في نفس الوقت هو لما كان بينزل تحت الباي سايكل ده احنا في بير ماركت للاسف الشديد. اهو لما نزل تحتيه هنا اهو احنا في بير ماركت، عدنا في بير ماركت سنتين، ولما نزل تحتيه هنا عدنا في بير ماركت برضو حوالي سنه ولا سنتين، فهو للاسف النهارده نزل برضو تحتيه. فالتشارت دي برضو بتثبت حاجتين، ان احنا في بول ماركت وان احنا في بير ماركت، بس التشارت الثانيه كلها بتقول ان احنا في بول ماركت. طيب الجولدن ريشيو دي برضو بتثبت ان احنا في بول ماركت، احنا لسه بيتكوين في الفترة قريبة جدا هيطلع وهيكسر. شايفين بيوصل لفين؟ شايفين الخطوط المنقطة دي، الخط المنقط ده، شايفين الخط البنفسجي ده اللي هو الابر بول، 3 ابر بول، بيعديه بقد ايه في كل بول ماركت؟ بيعديه في قد ايه؟ هنا ما عدهوش، هنا ما عدهوش، بالعكس ده هنا كمان المرة في السنين اللي فاتت كان بيجي يلمس الخط بنفسجي ده وينزل، لمسه مرتين وانفجر بعدها. هنا احنا لمسناه مرة، ويمكن اللمسة دي بما انها كبيرة والحجم الفوليوم بتاعها كبير فالوقعة بتاعتها برضو كانت كبيرة، انما برضو احنا عمرنا ما نزلنا تحت الخط البرتقاني ده غير لما كنا في بير ماركت، واحنا في الوقت الحالي الشارت دي بتقول ان احنا ما نزلناش تحتيه، يعني برضو الشارت دي بتثبت ان احنا في بول ماركت. زهقتوا ولا عايزين شارت تانية؟ نكمل two charts more. البيتكوين لوغاريتميك جروث دي الشارت بتاعتنا اللي احنا شايفينها دلوقتي، وفي كل بول ماركت لازم البيتكوين يلمس الخط اللي فوق زي ما انتم شايفين، احنا لسه ما لمسناش الخط اللي فوق. اوكي، في 2013 بيتكوين طلع للنص هنا ونزل تحت الخط اللي في النص ده، وقعد نازل حبة حلوين يمكن حوالي 3-4 أشهر. احنا عدى شهرين يا جماعة، عدى شهرين، ممكن نفضل كده كمان شهرين ثلاثة وبعد كده كل سنة وانت طيب هتقول يا ريتني اشتريت في الأربعة أشهر دول، لأنه بعدها انفجر وكمل البول سايكل. كل سايكل لازم تكمل، وهنا نفس القصة، هنا نفس القصة، هنا بالعكس ده هنا جه عند الخط ده ووقع من تحتيه وطلع كمل اهو، شايفين طلع ووقع من الخط اللي في النص، وبعد كده كمل كده حوالي كام شهر، شهرين تقريبا او ثلاثة. فاحنا الكلام كله هل احنا هنا مثلا ولا احنا هنا؟ وبعدها طلع في 2017 نفس القصة، حاول يطلع على الخط اللي في النص ده ووقع، وبعد كده طلع لمس الخط اللي فوق، احنا اهو عدينا الخط ووقعنا لتحتيه زي بالظبط 2011-2013، وهنكمل تاني والمفروض ان هو ده اللي يحصل، نكمل تاني. ده البيتكوين لوغاريتميك جروث. اخر تشارت انا مش عارف اذا كنت I will pronounce this صح ولا غلط، اسمها pool multiple. البول multiple دي بتوريك ان في كل بول ماركت، في كل بول ماركت، شوف البول ماركت ده البرايس فين عند الاحمر هنا، في البول ماركت ده اللي كان على جزئين في المرتين البرايس طلع للاحمر هنا، في 2017 نفس القصه البرايس طلع للاحمر اللي هنا. اوكي، احنا في البول ماركت اللي احنا فيه ده لسه ما دخلناش التريتوري دي اصلا، ما دخلناش المنطقه دي اصلا لسه، ومعنى الكلام ده ان احنا لازم نخش المنطقه دي علشان يبقى البول ماركت خلص. دي اخر شارت عندنا النهارده، عندنا خبر واحد بس هنتكلم عنه اللي هو ايه؟ دبي. دبي النهارده يا جماعه فتحت اخيرا تداول رسمي قانوني للبيتكوين، FTAs، الETAs. لا مش الETAs، اللي هم بيسموه الفند، تقدر خلاص دلوقتي تشتري في الناس داك دبي، يعني في البورصة بتاع دبي، في البورصة بتاع دبي نزل فيها بيتكوين. انت دلوقتي تخش البورصة بتاع دبي، كل البيزنسمن بتوع دبي هيتعرفوا على البيتكوين بكرة، وهيشوفوا ان هو كان ب 65 الف دولار ودلوقتي قدامهم ب 33 الف دولار. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اهم خبر طبعا بما ان احنا عرب، ده اهم خبر بالنسبة لنا دبي، وبعد كده بقية الدول العربية ان شاء الله
تكمل. ودلوقتي هنخش في حتة التكنيكال اناليسز، وهنعمل حاجة حلوة جدا في التكنيكال اناليسز النهاردة. هنحط الوايكوف تشارت، هنحط الوايكوف تشارت اللي كنا بنتكلم عنها بتاعت الاكيوميليشن، ونقارنها بالتشارت بتاعتنا، وهرسم لكم السبورت، السبورت للبيتكوين من ساعة ما البول ماركت دي ابتدت، والريزيستنس الخطين اللي فوق. تعالوا يلا نبتدي التكنيكال اناليسز. لو انت ليك في التريدينج وليك في التداول وعايز تبتدي تداول، استعمل اللينك بتاعي اللي موجود تحت في البريسكريبشن، هيدولك $100 هدية لما تيجي تفتح اكاونت وانت بتستخدم اللينك بتاعي اللي موجود تحت. في الوقت الحالي انا كنت داخل بوزيشن واتقفل بخسارة، دخلت بوزيشن تاني وقفلته بمكسب، وفي الوقت الحالي بوزيشن بتاعي لسه مفتوح. بالنسبة للمسابقة اللي عملاها فيميكس، فالفريق اللي احنا دخلنا فيه اللي هو الشارت تشامبيونز، الحمد لله دلوقتي الفريق مسكين رقم 1، ده الفريق اللي انا دخلت فيه، فهو دلوقتي التوب 1 بالنسبة للمسابقة. الريتيرن اوف انترست بتاعي لسه بالماينس، ماينس 38%، بس ان شاء الله وي ار لوكينج فورورد ان انا احسن البوزيشن ده عشان نقدر نكسب كلنا كفريق. فاحنا ادعوا لنا، احنا دلوقتي رقم 1. ولو انت عايز تشترك في مسابقات فيميكس وعايز تتداول وعايز تكسب، برضو ارجع عيد، استعمل اللينك بتاعي اللي موجود تحت في البريسكريبشن، هيدولك $100 هدية تقدر تتداول بيها، تودع فلوس من عندك، يدولك $100، ممكن تتداول بالـ$100 وتخلي فلوسك زي ما هي. جود لك، وما تتداولش غير لو انت فاهم انت بتعمل ايه ودارس التداول مكسب وخسارة مش مكسب على طول. وجود لك. الوايكوف تشارت دي بقى اللي احنا بنتكلم عنها، الناس اللي عامله لنا سبسكريبشن وبتتابع الحلقات بتاعتنا عارفه طبعا الوايكوف تشارت، لان احنا جبنا سيرتها حوالي مرتين ثلاثه في الفيديوهات اللي فاتت، ايام ما كنا متوقعين ان بيتكوين هيقع، وايام ما دلوقتي احنا متوقعين ان بيتكوين يطلع. الوايكوف تشارت شكلها كالتالي. اوكي طيب، هنقسم دي بالنص وهحط لكم دي هنا، وهننزل تحت اوريكم شكل الوايكوف تشارت دي بالكاندلز، اهو بالكاندلز، مش باللاين، لانه بالكاندلز هيبقى شكلها احسن. ونيجي هنا نحط التشارت دي كده، يعني اتمنى ان التشارت دي تكون باينه، لانه طبعا انا قاسم على 2. اوكي ذير وي جو. انا مش هتكلم، انا هسيبك انت تتفرج وتقارن، بالذات الرسمه اللي عندنا فوق دي الحمراء دي، قارن انت المنظر وشوف، قارن انت المنظر وشوف، شوف كان عندنا النزله دي وبعديها طالعه، عندنا النزله دي وبعديها طالعه، بعدها نازله، بعدها نازله، باقي عندنا الهرم الصغير ده وبعدين نازله، بعد كده الهرم الصغير ده وبعدين نازله، اوكي، وبعدين الهرم الكبير قوي ده اللي هو طالع عمل 1 دروب تحت والفوق، اهو الهرم الكبير قوي ده وهو طالع عمل 1 دروب تحت وفوق، والوقعه اللي احنا فيها دلوقتي دي اللي هي الوقعه اللي احنا فيها دلوقتي دي. والمفروض انه بيتكوين لو طلع فعلا ماشي مع التشارت دي وطلع، المفروض يطلع هنا لفين؟ يطلع لي الخط الاحمر اللي احنا رسمينه في الفيبوناتشي ريتريسمنت، وهو المفروض يكسر ال 41,000، هو ده اللاين اللي انا بقول لكم عليه. فشايفين الوايكوف تشارت؟ شايفين في تشابه بين الاثنين؟ ولا انا بس بيتهيألي؟ هل احنا فعلا خلاص مش هنقع اقل من $28,000؟ انا شايف كده. انا شايف ان احنا مش هنقع اكتر من كده. I don't think so. يا اما احنا مش في accumulation phase، لان دي التشارت بتاعت الاكيوميليشن بتاعت التحويش. نكون احنا في التشارت دي بتاعت الديستريبيوشن، ولازم بيتكوين يقع من الرقم اللي ابتدى منه اللي هو فوق ال $20,000، يعني لازم بيتكوين يقع ل $21,000 زي ما كنا بنقول في الفيديو اللي فات. انا اي ثينك انه احنا مش هنقع اكتر من كده، انا اي ثينك انه خلاص كده كفايه، بس في احتمال كبير قوي ان احنا نفضل ماشيين كده بالعرض سايد ويز شهر كمان او شهرين كمان، ده الاحتمالات الوارده. وطبعا ما حدش بيقدر يتنبأ بيتكوين خالص، الناس اللي بتقول لازم ينزل ل 21 ممكن يكون خلاص ال 28,000 ونص دي خلاص اكتفى بيها ومش هينزل اكتر من كده. اوكي هوريكم بقى في التكنيكال اناليسز التفاصيل اللي انا كنت بقول لكم عليها بالنسبه للريزيستنس وللسبورت، المقاومه والسبورت، ايه الخطين اللي احنا ممكن نتكلم عنهم. اول حاجه عايز اوريها لكم، لو عملنا لوجاريتميك تشارت، شايفين الترند لاين
الترند لاين بالعربي يعني خط الموضة، خط الترند. شايفين الترند لاين بتاع البيتكوين لم ينكسر بعد، لمس هنا تحت كده لمجرد ثواني وعمل منه باونس. وعادة عادة عادة لما بيلمس الترند لاين ده شايفين بيحصل ايه في السعر؟ فهو دلوقتي لمس الترند لاين ده، يعني احنا المفروض نبتدي ننفجر ونطلع تاني ونكمل بقية البول ماركت اللي زي ما شفنا في الشارتس في الاول لسه ما كملناهاش. خلاص ده بالنسبة للترند لاين. ايه الخطوط والاسعار اللي المفروض ننتبه عليها؟ اول خط المفروض ننتبه عليه او ناخد بالنا منه السعر ده. شايفين هبتديه لكم من اول البول ماركت مش من اليومين دول اهو. الخط الاخضر ده اللي احنا واقفين عنه اللي هو 41,000، دي المقاومة اللي بيتكوين مش عارف يكسرها. والخط التاني هنقول هنا يعني عشان يبقى لمسه كم مرة عند 30,500 الخط ده. So هنا هنعمله بالأحمر لأنه لو وقع الواي كاف الأولانية تنزل مكان ما ابتدى اللي هو فين؟ مكان ما ابتدى اللي هو هنا، هنا كمان عند الحتة دي هنا المفروض ينزل لهنا. ودي دي بقى واي كاف ديستريبيوشن الشارت اللي شفناها، او يبقى احنا في واي كاف اكيوميليشن من اول الحتة دي وهنطلع تاني كده نكمل البول ماركت مع كذا شارت شافت وتثبت ان احنا لسه في بول ماركت. خلاص فده الخط اللي المفروض بيتكوين يعديه، 41,000 دولار. لو بيتكوين عداها اشتري بيتكوين بشراها عشان هيكمل لي 100,000 دولار. لو بيتكوين وقع تاني عن الخط اللي احنا رسمينه ده او لأسوأ الظروف نزل عن 28,000 يبقى كل سنة وانت طيب، استنى شوية لغاية ما بيتكوين ينزل يمكن لعشرين او لواحد وعشرين ويمكن 24، المهم للعشرينات عشان تبتدي تشتري تاني. ده بالنسبة لللونج تيرم. بالنسبة للشورت تيرم اللي احنا فيه، المثلث اللي احنا فيه، عايز اوريكم بيتكوين طلع قد ايه من امبارح للنهاردة. انا اشتريت امبارح وبعت النهاردة، اللي انا اشتريتهم امبارح وبعتهم النهاردة دول ما لهمش دعوة بالشوية اللي انا محوشهم. ده فرصة ومكسب جت كده ما حدش يفوتها، 22% من امبارح للنهاردة. ده الكلام اللي احنا بنقوله زي ما انتم شايفين المثلث. احنا برضو الناس اللي متابعة البروجرام بتاعنا واللي متابعة القناة بتاعنا قلنا انه ممكن يلمس لمسة تانية، دي اللمسة الاولانية ودي اللمسة التالتة، تمام؟ وقلنا في الحلقات اللي فاتت انه ممكن يعمل فيك اوت وينزل ويلمس اللمسة دي، وفعلا حصل بالظبط، كانت واحدة من التوقعات بتاعتنا. وفي نفس الوقت برضو ما تنسوش ان بيتكوين لمس الخط ده هنا ولمس الخط اللي فوق ده مرة ورجع لمسه هنا تاني. وزي ما كنا بنقول زمان انه لما السعر بيبتدي يلمس الخط كذا مرة عادة بيكسره. فبرضو احنا لم نستفيد بالنسبة للحركة اللي فاتت دي بالنسبة للوقعة، هل ممكن تكون خلاص هي دي النهاية؟ واللي يخوفك برضو ان احنا نزلنا to a lower low. يعني اول low بتاعنا كان هنا عند 31، بيتكوين نزل اوطى من 31، نزل 28.5 بس. فده سريعا جدا بالنسبة لحلقة النهاردة. انا بحاول على قد ما اقدر ان الحلقات تبقى سريعة وما يبقاش فيها رغي كتير. Please like and subscribe. Thank you very much for watching. ان شاء الله اشوفكم في الحلقة الجاية، وزي ما تعودنا في كل حلقاتنا. Bye.